السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء متابعي قناة بيكس أرت بالعربي. اليوم إن شاء الله سنقوم بدمج الصورة الشخصية مع الدخان بطريقة إن شاء الله تنال إعجابكم، ولكن يا صديقي اضغط لايك على الفيديو، نريد أن نوصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك فهذا يدعمنا كثيرا. نذهب إلى تطبيق بيكس أرت، جميع الملحقات المستخدمة في الشرح إن شاء الله ستجدوها بأول رابط أسفل الفيديو، يمكنكم تحميلها. نختار هذه الخلفية أولا، ومن ثم نضغط على إضافة صورة، نختار صورة الدخان ونضغط إضافة، نكبر الصورة بهذه الطريقة، ونعطيه صح. بعد ذلك نضغط على إضافة صورة ونقوم بإضافة الصورة الشخصية، نكبرها بهذا الشكل، ومن ثم نضغط على قطع ونحدد حول الصورة بهذه الطريقة، ومن ثم نضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى ليقوم التطبيق تلقائيا بقص الصورة. الآن نبحث عن المناطق الملونة التي تخرج عن الصورة الشخصية ونقوم بحذف هذه المناطق. بعد ذلك نضغط على الفرشاة ونقوم بتلوين المناطق الغير ملونة في الصورة الشخصية. ونضغط حفظ. بعد اقتصاص الصورة يا صديقي نكبرها بهذا الشكل، ومن ثم نضغط على أيقونة المسح الموجودة بالأعلى، نضغط على المسح مجددا لإظهار الإعداد، ونجعل الصلابة تقرب من 30، ونبدأ بمسح جوانب الصورة بهذه الطريقة. بعد مسح الجوانب نعطيه صح، ونضغط على إضافة صورة، ونضيف هاتين الصورتين، نكبر صورة الدخان ونضعها هنا بهذا الشكل، ونصغر قنبلة الغاز ونضعها هنا على الأرض. الآن نضغط على صورة الدخان ونضعها فوق قنبلة الغاز مباشرة، ونضغط على أيقونة المسح الموجودة بالأعلى، ونقوم بحذف هذه الأجزاء ليبدو وكأن الدخان يخرج من القنبلة. الآن نعطيه صح، نعطيه صح مرة أخرى، ونذهب إلى التأثيرات ونختار قسم المؤثرات، ونختار تأثير الشفق، نضغط عليه مجددا لإظهار الإعداد، ونجعل النصوع الحافي بنسبة 80، والتضاؤل نجعله بنسبة 50، ونعطيه صح. ونضغط على هذا السهم ونقوم بحفظ الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.